انهاء مهام القوات القتاليه الامريكيه في العراق اثار مخاوف لدى العديد من الاقليات العراقيه ومنهم الايزيديون خشيه تعرضهم الى المضايقات السياسيه والامنيه والاستهداف من قبل مجموعات مسلحه الاستقرار واعاده الثقه يحتاج الى الى جهد كبير الى قوات دوليه تحمي هذه الأقلية من الإبادة أخرى يعني هسه المواطنين الإيزيدي أكثريتهم بعدهم نازحين وما يتأمنون يرجعون لمناطقهم من لعدم وجود الأمان وجود قوات دولية يعطي أكثر أهمية وثقة لهم مسيحيو سهلينين وأعربوا عن خشيتهم من استمرار استهداف عناصر تنظيم داعش بعد انتهاء مهام القوات الأمريكية مشيرين الى ان هناك من يتربص بمناطقهم للسيطره عليها بما قد يدفع المتبقين منهم للهجره واللحاق بالالاف ممن سبقوهم. الصدى الذي قد يكون اكثر تاثيرا هو على الاقليات ومن ضمنهم المسيحيين كون ان المسيحيين لديهم طابع بان هناك من يحميهم لكن للاسف هذا الانسحاب اغلب العراقيين لا يريدون ان يتم هذا الانسحاب لان لحد هذه اللحظه هناك هجمات من داعش مراقبون للشأن السياسي يجدون ان مطالب انهاء القوات القتاليه الامريكيه تقف خلفه ارادات واجندات ترمي الى زعزعه الامن والاستقرار في البلاد بما يفسح المجال امام قوى اخرى للتحرك بحريه داخل العراق. هنالك اجندات اخرى تريد ان تخرج القوات الامريكيه في هذا الوقت الذي اراه غير مناسب لخروجها قد تكون لها اوراق او لعبه اخرى تريد ان تحرك تتحرك داخل العراق وهذا ليس من مصلحه العراق الان. كان ولا يزال التحالف الدولي بقياده الولايات المتحده الامريكيه يشكل عنصر الارتكاز في اغلب العمليات العسكريه التي تنفذها القوات العراقيه خاصه في تامين الاجواء وحمايه الحدود وتنفيذ عمليات تستهدف اوكار عناصر تنظيم داعش في المناطق الوعره. والى جانب مخاوفها من تدهور الاوضاع الامنيه والسياسيه في مناطقها فان الاقليات العراقيه تخشى في الوقت نفسه انسحاب المنظمات الانسانيه بالتزامن مع انتهاء مهام القوات القتاليه ما قد يؤدي الى انخفاض حجم الدعم المقدم لهم وبخاصه للمهجرين منهم هيثم احمد الحره الموصل